Bonjour tout le monde, ça va? Aujourd'hui, on va prendre une nouvelle leçon grammaticale très simple, très facile à comprendre et également très intéressante. طلاب الأعزاء أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد ودرس جديد نتناول من خلاله شرح قاعدة جديدة ودرس مهم جدا جدا هيفيدني جدا في تعلم اللغة الفرنسية وهيفيدني كمان في إني أقدر أكون جملة بشكل صحيح وشكل سليم. Alors la leçon du jour c'est les articles partitifs. Les articles partitifs. Les articles partitifs. Les articles partitifs أي أدوات التجزئة. الدرس ده أو القاعدة دي لها استخدامات كتيرة جدا. أنا هركز في فيديو النهاردة على استخدام القاعدة دي مع الأكل والشرب والكميات. بمعنى أصح أنا ما ينفعش أقول أنا باكل كذا أو بشرب كذا أو بشتري كذا إلا باستخدام les articles partitifs. عشان كده الدرس ده مهم جدا. طبعا إحنا لا بنبطل أكل ولا شرب، بناكل وبنشرب على طول، تمام؟ فالأدوات دي هستخدمها بطريقة مستمرة معايا. Il y a 4 articles partitifs. عندي 4 articles partitifs. Du, de la, de l'apostrophe et des. Alors, du, de la, de l'apostrophe des. Ce sont les articles partitifs. طيب, du, de la, de l'apostrophe des. L'article dit حبيبي معناها some of. يعني جزء من، حتة من، قطعة من، بق من، شوية من. Les articles partitifs. بتيجي مع الايه يا ولاد؟ قلنا مع الاكل، مع الشرب، مع الكميات. فتركيب الجملة بيكون كالاتي. الجملة طبعا بتتركب من verb. الverb ده بيدل على quantité، بيدل على كمية أو على أكل أو على شرب. بعد كده بستخدم les articles partitifs اللي هي du, de la, de l'apostrophe des. بعد كده الكومبليمون طبعا بيبقى عبارة عن quantité كمية أو poisson مشروبات أو aliments أطعمة. يبقى إحنا قلنا حبايبي الverb عندي بيدل على quantité، على poisson، على aliments، كميات أو أطعمة أو مشروبات. زي مثلا بلي عندي verb boire يشرب، manger eat يأكل، prendre take يتناول، acheter يشتري، mettre يضع، vouloir يريد. بعد كده بستخدم les articles partitifs اللي هي قلنا du, de la, de l'apostrophe et des. بعد كده بيجي لي بقى يا ولاد الكومبليمون بيبقى عباره عن كونتيتي او بواسون او اليمون. زي ما نقول مثلا كده فيوند لحمه، غي ارز، لي لبن، طماط طماطم. طيب نشوف بعض الامثله على الكلام ده. تقول لي مثلا جو مانج فيوند، انا باكل فيوند لحمه. طيب بيقول لي حط هنا الارتيكل المناسبه للجمله دي. احنا مع بعض يا حبايبي لي زارتيكل اللي خدناها بالظبط، خدنا لي زارتيكل ديفيني ادوات المعرفه اللي هي لو، لا، الابوستروف لي، لي زارتيكل انديفيني ادوات النكره اللي هي الان والاون والدي، ودلوقتي لي زارتيكل بارتيتيف دو، دو لا، دو، دو لا، دو الابوستروف دي. ف اول مثلا جو مانج اون فيوند، جو مانج اون فيوند، هستخدم انا ارتيكل انديفيني. الكلام ده صح؟ طبعا قال لي نو، طبعا الكلام ده فو، خطا طبعا جدا. انا مش هقول اون فيوند. طب هستخدم ارتيكل ديفيني جو مانج لا فيوند، جو مانج لا فيوند، انا باكل اللحمه. طبعا برضو الارتيكل هنا غير مناسبه خالص، طبعا الكلام ده فو خطا. احنا اتفقنا لو الفيرب بتاع الجمله بيدل على اكل او شرب او كميه، وفي عندي اكل او شرب، كلمه فيوند لحمه لازم اختار يا حبايبي، لازم اختار طبعا ارتيكل بارتيتيف. هنا هختار دو لا، جو مانج دو لا فيوند، جو مانج دو لا فيوند، جو مانج دو لا فيوند، انا باكل جزء من اللحمه، انا باكل حته لحمه، انا باكل قطعه لحمه. يبقى دو لا معناها جزء او حته او قطعة من. Je mange de la viande. نشوف مثال آخر. بيقول لي حبايبي Je bois eau. Je bois
او انا بشرب ميه. طيب واحد يقول لي مثلا جو بوا اونو، جو بوا اون او، انا بشرب. طبعا اختار الارتيكل انديفيني، طبعا الاجابه دي طبعا خطا جدا. واحد تاني هيستخدم لي طبعا الارتيكل ديفيني، طبعا جو بوا لو، انا بشرب لو الميه، طبعا الاجابه هنا خطا جدا. انا قلت لك لو الفيرب عندي بتاع الجمله بيدل على اكل او شرب او كميه، ولو عندي اكل او شرب في الجمله كلمه او يعني ميه، هنا هستخدم دو ال ابوستروف ارتيكل بارتيتيف. جو بوا دو لو، جو بوا دو لو، انا بشرب بق ميه، شويه ميه، خلاص كوبايه ميه وهكذا. مثال اخر، جو مانج غي، جو مانج غي، انا باكل رز. فواحد هيستخدم لي انا باكل ارز، فواحد هيستخدم مثلا ارتيكل انديفيني، جو مانج ان غي، جو مانج ان غي، انا باكل ارز. طبعا الاجابه دي طبعا غير مناسبه تماما. واحد تاني هيستخدم لي مثلا ارتيكل ديفيني، هيقول جو مانج لو ري، جو مانج لو ري، انا باكل الارز. طبعا الاجابه غير مناسبه تماما. انا عود نفسك مع الاكل والشرب على طول وانا مغمض، اختار يا حبايبي لزختيك بختيتيف، هتبقى الجمله جو مانج دو ري، جو مانج دو ري، انا باكل شويه رز، معلقه رز، طبق رز، جزء من الرز، وهكذا. طيب انا يا حبايبي احنا قلنا عندنا 4 ارتيكل بارتيتيف، دو دولا دول ابوستروف دي، بستخدمهم مع الكميات او مع الاكل او مع الشرب. طب بستخدمهم ازاي؟ امتى اختار دو؟ امتى استخدم دولا؟ امتى استخدم دو ال ابوستروف؟ امتى استخدم دي؟ قال لي هنرجع بقى ايه يا اولاد للمعرض الماسكولان والفيمينا. قال لي دو بتيجي قدام كلمه، الكلمه دي بتكون ماسكولان سانجوليه، يعني كلمه مفرد مذكر. بار اكزومبل، على سبيل المثال، جو مانج دو ري، جو مانج دو ري، انا باكل ارز. هنا طبعا كلمه ري يعني ارز، الكلمه دي يا اولاد ماسكولان سانجوليه، فاخترت دو ري. مثال اخر، il boit du lait، il boit du lait، هو بيشرب لبن. طبعا كلمة لي ماسكولان سانجولي، فاخترت دو لي. مثال آخر، جاشيت دو فروماج، جاشيت دو فروماج، جاشيت دو فروماج، أنا بشتري جبنة. إل مانج دو بان، إل مانج دو بان، إل مانج دو بان، إل مانج دو بان، هي تأكل الخبز. Ma mère fait du gâteau. Ma mère fait du gâteau. Maman بتعمل gâteau. Elle achète du beurre. Elle achète du beurre. Elle achète du beurre. هي تشتري زبدة. Nous mangeons du croissant. Nous mangeons du croissant. Nous mangeons du croissant. نحن نأكل croissant. Je veux du boulet. Je veux du boulet. Je veux du boulet. أنا أريد boulet يعني فرخة مشوية. Il prend du bœuf. Il prend du bœuf. Il prend du bœuf. هو يتناول طبعا إيه؟ البيف. يبقى أنا عندي حبايبي du. Du بتيجي مع كلمة، الكلمة دي بتكون مفرد مذكر. Par exemple, du riz. Du riz. Du lait, du lait, du fromage, du fromage, du bain, du bain, du bain, du gâteau, du beurre, du beurre, du beurre, du croissant, du croissant, du croissant, du croissant, du boulet, du boulet, du boulet, du boulet. Du bœuf, du bœuf, du bœuf. يبقى du بتيجي قدام كلمة، الكلمة دي يا حبايبي بتكون masculin singulier، مفرد مذكر. الأرتيكل الثانية de la. قال لي de la بتيجي قدام كلمة،
الكلمة دي بتكون فيمينان سانجوليي، فيمينان سانجوليي يعني كلمة مفرد مؤنث. بار اكزومبل، على سبيل المثال، Je mange de la viande. Je mange de la viande. Je mange de la viande. I eat some of meat. أنا باكل قطعة لحمة، حتة لحمة، تمام؟ Il boit de la limonade. 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 Limonade طبعا عصير ليمون. Je veux de la confiture. Je veux de la confiture. Je veux de la confiture. Confiture يعني مربى. Elle prend de la salade. 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 هي تتناول salade, سلطة. J'achète de la crème. J'achète de la crème. J'achète de la crème. أنا بشتري كريم اللي هو الآيس كريم، وعندي كلمة تانية اسمها دو لا جلاس، يبقى دو لا كريم و دو لا جلاس. إل مونج دو لا داند. إل مونج دو لا داند. إل مونج دو لا داند. داند طبعا اللي هي الفرخة الرومي. إل فو دو لا جلاس. إل فو دو لا جلاس. إل فو دو لا جلاس. هو يريد جلاس آيس كريم. Elle mange de la pomme. Elle mange de la pomme. Elle mange de la pomme. هي بتاكل تفاحة. Elle mange de la pizza. Elle mange de la pizza. Elle mange de la pizza. يبقى هنا حبايبي de la بتيجي قدام كلمة في منا مؤنثة زي de la viande, de la viande, de la viande لحمة. De la limonade, de la limonade. De la limonade, de la limonade, عصير الليمون. De la confiture, 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 مربى. De la salade, de la salade, de la salade, de la salade, de la crème, de la crème, de la crème, de la crème, de la dinde, de la dinde. De la dinde, de la glace, de la glace, de la glace, de la pomme, de la pomme, de la pomme, de la pizza, de la pizza, اللي هي البيتزا. طيب de l'apostrophe. اللي حبايبي de l'apostrophe دي بستخدمها مع كلمة، الكلمة دي بتكون singulier، بتكون مفرد، بس بتبدأ بلتر فويل أو اش مويه. خلاص يا حبايبي، يبقى انا عندي في الدو ال ابوستروف، الدو ال ابوستروف بتيجي قدام كلمه، الكلمه دي بتكون مفرد الاول، بتكون مفرد سانجوليي، ولازم تبدا بحرف فويل او اش مويي. بار اكزومبل، على سبيل المثال، nous avons de l'huile. Nous avons de l'huile. Nous avons de l'huile. احنا عندنا ويل يعني زيت. ويل طبعا هنا الاش مش منطقها، طبعا بتعامل معاملة لليتر فويل، طبعا هنا الاش مويي، فهتبقى طبعا nous avons de l'huile، احنا عندنا ويل زيت. زيت. je bois de l'eau minérale. 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 Eau minérale، مية معدنية. طبعا عندي كلمة eau يعني مية، بتبدا بلتر فويل، فاخترت طبعا دو ال ابوستروف او مينيرال، ميه معدنيه. جو بوا دو لو مينيرال. Il achète de l'olive. Il achète de l'olive. Il achète de l'olive. Il achète de l'olive. هو اشترى اوليف اللي هو الزيتون. Elle mange de l'agneau. Elle mange de l'agneau. Elle mange de l'agneau. Elle mange de l'agneau. طبعا agneau طبعا اللي هو اللحم الضاني. Elle mange de l'agneau. لحمة. Il mange de l'orange. Il mange de l'orange. Il mange de l'orange.
Il mange de l'orange. هو بياكل برتقاله. طبعا كلمه اورانج بتبدا بلتر فويل فاخترت دو ال ابوستروف. Il mange de l'orange. يبقى هنا حبايبي الدو ال ابوستروف دي بستخدمها مع كلمه بتبدا بلتر فويل زي دو لويل دو لويل دو لو مينيرال دو لو دو لو مينيرال دو لوليف دو لوليف دو لوليف دو لانيو دو لانيو دو لانيو دو لورانج دو لورانج. باقي لي طبعا اختيك لوحده وهي دي. قال لي دي طبعا سهله جدا بتستخدم طبعا مع بلوريال الكلمات طبعا بلوريال كلمات الجمع بيبقى الكلمه اخرها اس او اكس واحيانا طبعا زد. باكزون على سبيل المثال جو فودري دي بات. جو فودري دي بات انا اريد مكرونه. طبعا كلمه بات مكرونه هنا حبيبي الكلمه دي ناقصه اس تمام يعني عشان تبقى دي بات. دي بات ناقصه اس في الاخر. جو فودري دي بات. نوز اشتون دي تومات. نوز اشتون دي تومات. دي تومات احنا اشترينا طماطم. On mange des fruits. On mange des fruits. On mange des fruits. احنا بناكل fruits فاكهة. On mange des fruits. On mange des fruits. احنا بناكل فاكهة. On prend des pommes. On prend des pommes. On prend des pommes. نحن نتناول البوم التفاح. Il achète des légumes. Il achète des légumes. Il achète des légumes. Il achète des légumes. هو اشترى légumes خضار او خضروات. يبقى انا عندي هنا حبايبي دي بتيجي لمو او نو بلوريال كلمات جمع كلمات فائس او اكس زي دي بات. دي بات هنا فائس كلمه بات. دي تومات. دي تومات. دي تومات. دي فروي. دي فروي. دي فروي. دي فروي. دي بوم. دي بوم. دي بوم. دي ليجوم. يبقى انا حبيبي دلوقتي اتكلمنا مع بعض على لي زارتيك بارتيتيف ادوات التجزئه. قلنا بالظبط عندي 4 ارتيكل بارتيتيف هما دو دو لا دو لابوستروف دي. الارتيكل دي حبيبي تيجي مع الاكل او الشرب او الكميات الحاجه اللي انا ما اقدرش اعدها زي الملح زي السكر وهكذا. لكل واحده لها استخدام. قلنا دو لكلمه ماسكولان سانجوليي. دو لا لكلمة فيمينا. دو ال ابوستروف لكلمة بتبدأ بلتر فويل أو اش مويي. ودي طبعا لكلمة بلوريال لكلمة جمع. طيب بيقول لي نوت بيان أخلي بالي من إيه؟ إحنا حبايبي في أول الفيديو خالص وأنا بتكلم على تركيب الجملة قلنا إيه؟ لو الجملة فيها أكل أو شرب يعني الجملة فيها أكل حاجة بتتاكل أو حاجة بتتشرب كنت بختار دو دو لا دو ال ابوستروف دي بس بشرط يكون الفيرب بتاع الجملة بيدل على الكميات زي فيرب مونجي يأكل بواغ يشرب فولواغ يريد بروندر يأخذ اشتي يشتري طبعا هشتري كميات. بس أخلي بالي لو عندي أكل وشرب في الجملة بس الفيرب بتاع الجملة فيرب حب أو كره فيرب حب أو كره زي مثلا فيرب ايمي ادوري بريفيري ديتستي. ايمي يعني يحب ادوري يعشق بريفيري يفضل ديتستي يكره. هنا بالتالي هبدا اختار لي زارتيكل ديفيني اللي هي لو لا الا ابوستروف لي. باغ اكزومبل على سبيل المثال دول اللي في المثال الاولاني جيم لوري انا بحب الرز. طب بص حبيبي انا ما اجي احب او اكره انا يا بحب النوع كله يا بكره النوع كله خلاص. انا بحب الرز بس كون جو مونج لما باجي اكلها جو مونج دو ري باكل ايه بقى شويه رز طبق رز خلاص يا حبايبي. فانت لو الجمله فيها فيرب حب او كره زي ايمي ادوري بريفيري ديتيستي لازم اختار لو لا الا ابوستروف لي. باغ اكزومبل جيم لو ري. جيم لو ري انا بحب الرز مي كون جو مونج ولكن لما باجي اكلها جو مونج دو ري باكل طبق رز معلقه رز وهكذا. Il adore la glace. Il adore la glace. هو بيعشق la glace الايس كريم. طبعا عندي هنا glace حاجه بتتاكل بس الفيرب بتاع الجمله فيرب ادوغي يحب او يعشق حب وكره. فانا حبايبي اما اجي احب انا بحب الحاجه كلها يا بكره الحاجه كلها بس اما اجي اكل باكل
حتة صغيرة. Il adore la glace. Il adore la glace. Elle préfère la viande. Elle préfère la viande. هي تفضل اللحم. يبقى طبعا préférer et préfère ده verbe préférer يفضل verbe حب وكره يبقى اختار le la les. Elle préfère la viande. هي تفضل اللحمة. Mais quand je mange ولكن لما باجي اكل يا اولاد je mange de la viande. De la viande حتة لحمة أو قطعة لحمة أو جزء من اللحمة. Je déteste l'escargot. Je déteste l'escargot. طبعا أنا بكره escargot اللي هو طبعا الحلزون. Escargot. الكلمة دي يا حبايبي بتبدأ بلتر فويل. الكلمة دي بتتاكل تمام؟ طيب المفروض يا مستر اختار دو ال ابوستروف بس استنى. فيرب بتاع الجملة فيرب يا ولاد ديتستي يكره. Je déteste l'escargot. Elle n'aime pas le poisson. Elle n'aime pas le poisson. هي لا تحب le poisson السمك. أنا عندي كلمتين poisson اللي هو السمك. طبعا حاجة بتتاكل. بس الفيرب بتاع الجملة يا أولاد في فيرب إيه؟ أم. فيرب أيمي يعني يحب. يبقى هستخدم لو لا إلا أبوستروف لي. Elle n'aime pas le poisson. هي ما بتحبش السمك. Je n'aime pas les fruits. Je n'aime pas les fruits. أنا ما بحبش الفواكه. Il aime le fromage. Il aime le fromage. Il aime le fromage. هو بيحب الجبنة. Le fromage يعني الجبنة. Mais quand je mange, ولكن لما باجي أكل يا ولاد باكل يبقى je mange du fromage. يبقى دي حاجة خلي بالي منها حبايبي. فيرب الجملة. لو الفيرب بتاع الجملة بيدل على كمية أو أكل أو شرب لازم أختار du de la de l'apostrophe d. ولكن لو فيرب الجملة بيدل على حب أو كره زي aimer, adorer, préférer, détester يبقى لازم أختار يا ولاد إذا اختيكي ديفيني le, la, إلا أبوستروف لي. يبقى خلي بالي تاني مش معنى إن الجملة فيها كمية أو فيها أكل أو شرب أختار دو دو لا دو الأبوستروف دي. عينيا فين؟ عينيا على الفيرب بتاع الجملة حبايبي. لو كان فيرب حب أو كره يبقى أختار le, la, إلا أبوستروف لي. نقطة تانية أخلي بالي منها. نوت بيان. النقطة دي يا حبيبي بتتكلم على إيه؟ على لا نيجاسيون النفي. جو مانج دو لا فيوند. أنا باكل اللحمة. لو أنا عاوز الجملة دي في النيجاتيف أخلي بالي حبيبي. جو نو مانج با دو فيوند. إحنا قلنا حبيبي في النيجاتيف حاجتين اتنين بيتغيروا. ليزارتيكل انديفيني اللي هي الأن والأون والدي. وليزارتيكل بارتيتيف اللي هي دو دو لا دو لابوستروف دي. الحاجات دي لو الجمله ما فيهاش فيرب اتر بغيرها لو دو. في الجمله دي جو مانج دو لا فيوند قال لي دو لا في نيجاتيف بتتغير الى دو. جو مانج دو لا فيوند. جو مانج دو لا فيوند هيبقى في نيجاتيف. جو نو مانج با دو فيوند انا لا اكل اللحمه. Il boit du lait. Il boit du lait. هو يشرب لبن. طب في نيجاتيف الجملة دي بتبقى ازاي يا حبايبي؟ il ne boit pas de lait. يبقى du في نيجاتيف بتتغير le de. elle voudrait de l'eau. هي تريد ماء. انا عندي طبعا هنا حبايبي دو ال apostrophe في نيجاتيف برضو بتتغير الى de او دي apostrophe. يبقى elle ne voudrait pas d'eau. هي لا تريد مية. je mange des pâtes. je mange des pâtes. انا اكل مكرونه. الجمله دي في النيجاتيف طبعا. je ne mange pas de pâtes. طبعا انا ما بشيلش الاس من كلمه بات بتفضل زي ما هي. يبقى اخلي بالي حبايبي في النيجاتيف لي زارتيكل بارتيتيف اللي هي دو دو لا دو الابوستروف بتتغير الى دو او دي ابوستروف لو الكلمه بتبدا بليتر فويل. نوت بيان اخلي بالي ده اللي احنا لسه قايلينه حبايبي ان ليزارتيكل بارتيتيف اللي هي دو دو لا دو ال ابوستروف دي. الحاجات دي في نيجاتيف مع النو والبا بغيرها يا حبايبي الى دو او دي ابوستروف لو الكلمه بتبدا بلتر فويل. Maintenant quelques exercices variés. Choisissez bien. اختار بطريقه صحيحه. Je ne mange pas fromage. Je ne mange pas fromage.
انا لا اكل فروماج جبنه. طب اختار يا حبيبي، دو ولا دولا، دو ال ابوستروف ولا دو. ها جو نو مونج با فروماج. طبعا فروماج كلمه ماسكولين مذكر. واحد يقول لي مثلا جو نو مونج با دو فروماج، طبعا الاجابه يا اولاد خطا، مش دو فروماج. واحد تاني يقول مثلا جو نو مونج با دو لا فروماج، طبعا دو لا برضو هنا خطا. طيب جو نو مونج با دو ال ابوستروف، طبعا الاجابه هنا غلط. احنا اتفقنا حبايبي، هي اولا كلمه فروماج يعني جبنه، الكلمه دي بتاخد دو عشان الكلمه دي مذكر، دو فروماج. بس الجمله دي فين يا اولاد؟ في النيجاتيف، في النو والبا. الجمله دي منفيه، ما دام الجمله منفيه، ما دام الجمله منفيه يبقى على طول اختار وانا مغمض دو. جو نو مونج با دو فروماج، جو نو مونج با دو فروماج، انا لا اكل الجبنه. مثال اخر، إل نو بوا با كافي، هي لا تشرب كافي القهوة. مديني تشوز، إل نو بوا با دو كافي ولا دو إل أبوستروف دو لا دو كافي. أنا يا ولاد تشوز من دول صح. إل نو بوا با كافي، طبعا عندي كافي ماسكولين مذكر فالمفروض تبقى دو كافي، المفروض تبقى دو كافي. قال لي الإجابة فو خطأ. طب دولا مثلا برضو الإجابة خطأ. طب دو إلا أبوستروف، قال لي الإجابة برضو خطأ. ليه يا أولاد الإجابة خطأ؟ برافو، لأن الجملة عندي هنا يا أولاد فين؟ في النيجاتيف. إل نو بوا با كافي، الجملة في النيجاتيف. ما دام الجملة في النيجاتيف يا حبايبي يبقى ليزاختيك لبختيتيف بتتغير إلى دو. إل نو بوا با دو كافي، هي لا تشرب الكافي القهوة. مثال آخر، إل نيم با جلاس، إل نيم با جلاس هو لو يحب الآيس كريم. هل هتبقى دو جلاس، لا جلاس، دو جلاس، دو لا جلاس؟ أنهي يا ولاد؟ احنا عارفين كلنا ان كلمه جلاس هي الايس كريم، الكلمه دي في منها مؤنثه، يعني بقولها لا جلاس او دو لا جلاس. طيب يا ترى هتبقى مثلا دو جلاس، طبعا فو خطا لان جلاس كلمه في منها. طيب هتبقى مثلا دو لا جلاس، برضو الاجابه خطا. طب هتبقى مثلا دو جلاس، برضو الاجابه غلط. يا مستر الجمله في نيجاتيف، في نو وفي با، المفروض اختار دو. بس الفيرب بتاع الجملة احنا اتفقنا يا ولاد، لو فيرب الجملة يحب او يكره اللي هو ايه؟ ايمي، بريفيري، ادوري، ديتستي، بختار لو لا الا ابوستروف لي، يبقى ال الا ابوستروف بختار لو، بختار لو لا الا ابوستروف لي. يبقى يا حبايبي الجملة في النيجاتيف بختار دو او دا ابوستروف، بس بشرط لو الفيرب فيرب حب او كره مش بيتغير اختار طبعا لا. ان با لا جلاس، il n'aime pas la glace هو لا يحب الايس كريم. مثال اخر، غامي نو بريفير با فيف، غامي نو بريفير با فيف، فيف الفول، رامي لا يفضل الفول. ومدينا طبعا اختيارات، دو فيف، لا فيف، دو لا فيف، دو فيف. طبعا فيف الفول، الكلمة دي يا حبايبي في ميناء، فطبعا مش هتنفع دو، لأن طبعا دو بتاعت الماسكولان بتاعت المذكر. طيب واحد يقول لي مثلا يا مستر دو لا غامي نو بريفير با دو لا فيف، لأن فيف في ميناء. الإجابة صح تمام، بس برضو دو لا هنا مش هتنفع. طيب هتبقى مثلا دو عشان الجملة في نيجاتيف، قال لي برضه الإجابة هنا يا ولاد مش هتنفع، لأن بكل بساطة الفيرب بتاع الجملة هو فيرب بريفيري، بريفير يفضل، فيرب حب وكره، طبعا لو لا لي، حتى لو جملة في نيجاتيف لو لا لي مش بتتغير. احنا قلنا اللي بتغير ليزارتيكل بختيتيف دو دو لا دو لابوستروف دي، هي بس اللي بتتغير مع ليزارتيكل ان ديفيني الان والاون والدي. طبعا غامي نو بريفير با فيف،
غامل يفضل لا فيف الفول. مثال آخر: نو ناشتون با فروي. نو ناشتون با فروي، نحن لا نشتري الفواكه. طبعا الجملة دي محلولة. طب كلمة فروي آخرها اس، فلازم طبعا اختار دي، فتبقى دو مش هتنفع معايا. دو او دولا دي دو. طبعا احنا قلنا ان فروي كلمة بلوريال، فمش هتنفع دو وبرضو مش هتنفع دولا. فاضل حاجتين اتنين، اما دي او دو. دي طبعا افيك اس طبعا برضو مش هتنفع ليه يا حبايبي، لان الجملة في النيجاتيف. ما دام الجملة في النيجاتيف يبقى بختار يا اولاد دو. نو ناشتون با دو فروي. واحد يقول يا مستر فروي اخرها اس، المفروض تبقى دي. اقول لك ايوه يا حبيبي، بس الجمله فين؟ في النيجاتيف، الجمله مع نو والبا. وما دام الجمله في النيجاتيف وانا مغمض بختار دو او دي ابوستروف، بس بشرط ما يكونش الفيرب حب او كر. نو ناشتون با دو فروي. مثال اخر: جو فودري بواسون. جو فودري بواسون، انا اريد سمك. طبعا عندي كلمه بواسون يعني سمك. الكلمه دي يا ولاد مفرد مذكر. هل اختار مثلا دو بواسون ولا دي بواسون ولا دو لا بواسون ولا دو بواسون سمك؟ طبعا هنا حبايبي دي مش هتنفع، دولا برضو مش هتنفع. فاضل عندي حاجتين دو ودو. طبعا عندي كلمة بواسون سمك كلمة مذكر، فهتبقى دو بواسون. ليه يا ولاد؟ دو التانية دي بتاع النيجاتيف، طبعا الجملة دي مش في النيجاتيف، فمش هختار دو. هتبقى جو فودري، جو فودري دو بواسون، انا اريد سمك. المثال الاخر: إن يا با فروي. إن يا با فروي، لا يوجد فاكهة. طيب هنا عندي كلمة فروي، عندي كلمة فروي اخرها اس، فطبعا نبقى لازم اختار مثلا دي. هنا مديني اختيارات، بيقول لي دو فروي، هنا بيقول لي هنا طبعا مديني اختيارات، بيقول لي دو او دي او دو او دو لا. طبعا دي اخرها اس، فمش هتنفع طبعا دو، وبرضه مش هتنفع عندي، فعندي برضه دي لسبب بسيط جدا يا حبايبي. ايه هي؟ هي فروي اخرها اس، بس الجمله فين يا حبايبي؟ الجمله في النيجاتيف، الجمله في النيجاتيف، فمش هينفع اختار دي ولا دولا. في الاجابه الصح عندي هي دو. ان يا با دو فروي، ان يا با دو فروي، لا يوجد فاكهه. يبقى ما دام الجمله في النيجاتيف على طول بختار دو او دي ابوستروف، يبقى دو دولا دو لابوستروف في النيجاتيف او مع النو والبا او مع النو والبا بختار دو. لو ماتان جو برون تي، في الصباح انا اتناول تي يعني شاي. كلمه ماسكولان سانجوليه مفرد مذكر، فالمفروض طبعا هتبقى دو او دي او دولا او دو. طبعا تي احنا قلنا كلمه مفرد مذكر، فطبعا مش هينفع اختار دي دو افيك اس، مش هينفع اختار دولا، مش هينفع اختار برضو دو عشان دو دي بتاع النيجاتيف. فالاجابه الصح عندي حبايبي هي لو ماتا جو برون دو تي، جو برون دو تي، انا اتناول شاي. مثال اخر: ال مانج فيوند. ال مانج فيوند، هي تاكل فيوند لحمه. مديني طبعا اختيارات دو دي دولا دو. طبعا كلمه فيوند دي كلمه في ميناء مؤنثه، فبالتالي مش هينفع طبعا الاختيار الاول اللي هو دو ولا دي، عشان دي طبعا لكلمه بلوريال، وطبعا الجمله مش في نيجاتيف عشان اختار دو، فيبقى الاجابه الصح المونج دو لا فيوند. المونج دو لا فيوند، المونج دو لا فيوند، هي بتاكل طبعا سم اوف ميت لحمه. المثال الاخر:
Nadia prend confiture. Nadia prend confiture. Nadia prend confiture. Nadia تتناول confiture مربى. طبعا كلمة confiture هي كلمة فيمينا. فطبعا مديني اختيارات دو دي دولا دو. طبعا مش هينفع عندي دو، مش هتنفع خالص دو، وبرضه مش هينفع عندي دي. وطبعا الجملة مش في نيجاتيف عشان اختار دو، فبالتالي الاختيار الصح عندي هو دولا. ناديا برون دولا كونفيتور. ناديا برون دولا كونفيتور. ناديا برون دولا كونفيتور. ناديا تتناول مربى. مثال اخر، جو مانج بان. جو مانج بان. انا اتناول خبز. طبعا كلمة بان هي كلمة ماسكولان سانجوليي، فطبعا مديني اختيارات، بيقول لي دو دي دولا دو. طبعا احنا قلنا ان كلمة بان هي كلمة ماسكولان مفرد مذكر، فبالتالي مش هينفع معاها خالص دي، لان دي للبلوريال، مش هينفع معاها برضو دولا لان دولا للفيمينا، والجملة مش في النيجاتيف عشان اختار دو. يبقى الجواب الصح جو مانج دو بان. جو مانج دو بان. انا اتناول الخبز. المثال الاخر، او منيو الياغي. في المنيو في رز. طبعا مديني اختيارات دو دي دولا دو. او منيو او منيو الياغي. طبعا غي كلمة يا ولاد مفرد مذكر، فمش ينفع معاها خالص دي ولا دولا ولا ايضا دو ولا ايضا دو ولا ايضا دو، عشان الجملة هنا مش في النيجاتيف، فيبقى طبعا الجواب الصح هو دو ري. اليا دو ري في ارز. المثال الاخر، جو نو بوا با جو. انا لا اشرب جو عصير. طبعا هنا يا ولاد الاس دي جزء من الكلمه، دي مش بلوريال، هي طبعا جزء من الكلمه جو. وطبعا كلمه جو هي كلمه ماسكولان، كلمه مفرد مذكر. مديني اختيارات دو دي دولا، مفرد مذكر. فاذا اختار يا حبايبي دو، قال لي طبعا الاجابه فو خطا. طب ليه مش دو؟ قال لي طبعا ولا دي ولا دولا. احنا قلنا الجملة في النيجاتيف، صح؟ جملة في النيجاتيف، ما دام الجملة في النيجاتيف بختار على طول يا اولاد دو. جو نو بوا با دو جو. انا لا اشرب جو عصير. المثال الاخر، نو زاشتون بيسكوي. نو زاشتون بيسكوي. احنا بنشتري بيسكوي. طبعا هو هنا حللها لي بسكوي، طبعا كلمة بلوريال، فبيقول اختار دو أو دي أو دولا أو دو. طبعا مش هينفع عندي دو، وبرضه مش هينفع عندي حبايبي دولا، لأن دولا للفيمينا وتكون الكلمة مفرد، وبرضه مش هينفع عندي دو لأن الجملة هنا مش في النيجاتيف. فإذا نو زاشتون دي بسكوي، احنا بنشتري بسكوي اللي هو البسكوت. المثال الاخر، je ne mange pas salade. je ne mange pas salade. انا لا اكل سلطة. طبعا كلمة سلطة هي كلمة في ميناء، فالمفروض اختار معها طبعا دولا. بيقول لي اختار دو او دي او دولا او دو. طبعا هنا دو مش هتنفع لان طبعا سلطة في ميناء. دي برضو مش هتنفع لان طبعا سلطة في ميناء مش بلوريال. فاضل عندي حاجتين دولا ودو. اخلي بالجملة مادام في النيجاتيف يا حبايبي، الجملة في النيجاتيف، يبقى وانا مغمض اختار يا اولاد اختار دو. جو نو مونج با دو سالاد. مثال اخر، فو فولي بولي. بولي يعني فرخة مشوية. طبعا بولي كلمة ماسكولان، كلمة مفرد مذكر، فمديني اختيارات، بيقول لي دو دي دولا او دو. طبعا دي مش هتنفع لان كلمه بولي مش بلوريال،
دولار برضو عندي مش هتنفع لان هي كلمه بولي مش في منها. فاضل عندي دو ودو. طبعا الجمله مش في نيجاتيف فمش هختار يا اولاد دو، بالتالي الاختيار الصح فوفولي دو بولي، فوفولي دو بولي. مثال اخر، ابورتي موا او مينيرال او ابورتي موا او سيل فوبلي، ابورتي موا او سيل فوبلي، احضر لي الميه سيل فوبلي لو سمحت. طبعا كلمه او يعني ميه، الكلمه دي يا حبيبي بتبدا بلاتر فويل، فالمفروض اختار اما ال ابوستروف او دو ال ابوستروف او دي ابوستروف في حاله النيجاتيف. مديني اختيارات هي، بيقول لي اختار دو او دو ال ابوستروف او دولا او دو. طبعا دو مش هتنفع خالص لان احنا طبعا كلمه او بتبدا بلاتر فويل، دولا نفس النظام برضو مش هتنفع خالص، ودو برضو نفس النظام مش هتنفع ليه يا حبيبي لان الجمله مش في النيجاتيف، فيبقى الافضل دو ال ابوستروف. ابورتي موا دو لو سيل فوبلي. مثال اخر، لو ماتان جو مانج فروماج، في الصباح جو مانج فروماج، انا اكل فروماج الجبنه. طبعا عندي كلمة فروماج، دي كلمة يا ولاد ماسكولان سانجوليي مفرد مذكر، مديني اختيارات قدامي اهوت دو دي دولا دو ال ابوستروف او دو. طبعا فروماج قلنا مفرد مذكر فمش ينفع عندي الاختيار اللي هو دولا، مش هينفع عندي برضو دي، مش هينفع عندي، فاضل حاجتين اما دو او دو. الجمله هنا طبعا يا حبايبي مش في نيجاتيف عشان اختار دو، فبالتالي الاجابه الصح لو ماتا جو مانج دو فروماج. مثال اخر، جو بريفير فيوند، انا افضل اللحمه. مديني تشوز، طبعا مديني اختيارات دو دولا دي لا. طيب فيوند كلمه في منها، فالمفروض اما اختار يا ولاد دولا او لا، فبالتالي دو عندي مش هتنفع، دي برضو عندي مش هتنفع، فاضل عندي حاجتين اما اقول دولا فيوند او لا فيوند. احنا اتفقنا لو الجمله فيها اكل وشرب والفيرب بيدل على الاكل والشرب اختار دو دولا دولا ابوستروف دي، ولكن لو الفيرب فيرب حب وكره عندي بريفير فيرب بريفيري يبقى اختار وانا مغمض يا اولاد لا، جو بريفير لا فيوند، جو بريفير لا فيوند، انا افضل اللحمه، يبقى هنا اختار لا عشان الفيرب بتاع الجمله يحب ويكره. مثال اخر، il adore glace، هو يعشق جلاس الايس كريم. بيديني طبعا بيقول لي دو ولا دولا دي لا. طبعا نفس الحكايه قلنا طبعا نفس الحكايه، طبعا نفس الحكايه جلاس مو في منى كلمه مؤنثه فمش ينفع معايا دو، وبرضو مش ينفع معايا دي، بالتالي قدامي حاجتين اتنين اما دولا او لا. اخلي بالي فيرب الجمله هو فيرب ادوري يعني يعشق بيحب الحاجه بكسره، فهنا طبعا مع فيرب فيربات الحب والكره هختار لو لا الا ابوستروف لي يل ادور لا جلاس يل ادور لا جلاس. مثال اخر، النيم با تي، هي لا تحب الشاي. مديني طبعا امثله دو دي دولا لو. طيب بص يا حبيبي، احنا عندنا كلمة تي دي كلمة ماسكولان مفرد مذكر، فالمفروض اختار اما دو او لو. طبعا هنا الجملة في النيجاتيف، وكمان الجملة هنا حبيبي فيها فيرب يا ولاد ايمي يحب او يكره، فبالتالي مش هينفع معايا دو، مش هينفع معايا دي، مش هينفع برضو دو لا، بسبب بسيط لان فيرب الجملة هو فيرب
حب او كره هختار لو. يا مستر الجمله في النيجاتيف، ايوه بس الفيرب ايمي كده كده فيربات الحب والكره يا ولد بتاخد لو لا الابوستروف ليه مش هتتغير، يبقى ان با لو دي. مثال اخر il n'aime pas fromage، هو لا يحب الجبنه. نفس النظام يا حبيبي مديني اختيارات، بيقول لي دو دولا دي و لو. طبعا الجمله في نيجاتيف والجمله فيها فيرب ايمي، فبالتالي طبعا مش هينفع عندي دو، مش هينفع عندي دي، مش هينفع عندي دولا. اذا اتبقى لي يا حبايبي لو. il n'aime pas le fromage، هو لا يحب الجبنه. ليه يا حبايبي؟ لان هنا فيرب ايمي يحب او يكره، وفيربات الحب والكره بيجي بعدها لو لا الابوستروف ليه. مثال اخر je ne bois pas eau minérale، انا لا اشرب eau minérale ميه معدنيه. مديني اختيارات طبعا، دو الابوستروف ابوستروف دو دو لا دي ابوستروف. طب بص يا حبيبي، انا هستبعد حاجه من الاثنين، هستبعد دو لا وهستبعد دو. هفكر في حاجتين اتنين بس، هما دو الابوستروف والدي ابوستروف. تمام، طيب هي المفروض اختار دو الابوستروف، بس الجمله عندي هنا فين؟ الجمله عندي في النيجاتيف، فبالتالي هختار دي ابوستروف. يبقى هنا دو مش هتنفع، ولا دو الابوستروف كمان، ولا دو لا. يبقى اللي ينفع عندي في الجمله حبيبي جو نو بوا با دو مينيرال، انا لا اشرب الماء المعدني. مثال اخر je voudrais lait، انا اريد lait يعني لبن. مديني طبعا اختيارات، بيقول لي دو دي دولا لو. طب احنا قلنا يا حبايبي ان كلمه لبن ليه كلمه سانجوليه ماسكولان، سانجوليه ماسكولان كلمه مفرد مذكر، فبالتالي انا عندي حاجتين اتنين، اما دو او لو. طبعا الجمله هنا بتقول لي جو فودري، انا اريد، يبقى انا المفروض عندي اولاد هنا مش هينفع دي، وبرده مش هينفع دو لا، فبالتالي فيرب الجمله عندي مش فيرب حب وكره، وهقول انا عاوز كذا، يبقى هنا طبعا جو فودري دو لي، انا عاوز كوبايه لبن، شويه لبن، بق لبن، وهكذا. مثال اخر il prend limonade، il prend limonade، هو يتناول الليمونات، عصير الليمون. طبعا عصير الليمون، عصير الليمون، طبعا كلمه ليمونات هي كلمه في منى. مديني اختيارات، بيقول لي دو دي دو لا و لو. طبعا ليمونات احنا هنا كلمه مؤنثه، فمش هينفع عندي دو، وبرضه مش هينفع عندي دي و لو. طبعا مع فيرب الحب والكره برضه مش هتنفع عندي، فبالتالي il prend de la limonade، il prend de la limonade، هي هو يتناول عصير الليمون، هو يتناول عصير الليمون. مثال اخر j'achète ويل، j'achète ويل، انا بشتري زيت. طبعا كلمه ويل كلمه بتبدا باش ميه، بتعامل معاملات لليتر فويل، فبالتالي مش مديني طبعا دو دي دو ال ابوستروف و دو لا. طبعا احنا قلنا الكلمه دي طبعا اش ميه او لتر فويل، فطبعا دو عندي مش هتنفع، دي برضو مش مناسبه للجمله، دو لا برضو مش مناسبه، فبالتالي فاضل عندي يا حبيبي دو الابوستروف جاشيت دو لويل. نوايا اخرى من الاسئله المهمه جدا في دي فراز، كون جمله. وانا بالنسبه لي ده سؤال مهم جدا، لانه بيخليك تقول جمله سليمه وجمله صحيحه. مديني يا حبيبي كلمتين او ثلاثه، بيقول كون منهم جمله. مديني كلمه مانجي ياكل، ويغي رز، ياكل رز. انا عاوز اكون جمله من الكلمتين دول. انا عندي فيرب طبعا مونجي يعني ياكل،
ببدأ أصرف الفيرب ده مع أي حاجة، مع جو، مع تو، مع الإيل، مع الإيل، نامبورت كيل برونو، مع أي برونو. تمام؟ طيب هل أقول مثلا جو مانج ري، جو مانج لو ري، جو مانج أن ري؟ طبعا لا، ما احنا واخدين القاعدة بقى، احنا قلنا إيه؟ مع الأكل والشرب بستخدم ليزارتيكل بارتيتيف. طبعا ري كلمة ماسكولان مذكر، فيبقى الجملة الصح عندي جو مانج دو ري، جو مانج دو ري، جو مانج دو ري، أنا بأكل أرز. يبقى أخلي بالي يا حبايبي وأنا بعمل جملة، أخلي بالي ما أنساش ليزارتيكل بارتيتيف. مثال آخر مديني برضو كلمتين، مانجي يأكل، و بواسون سمك يأكل سمك. أصرف فيرب مانجي مع أي حاجة، طبعا جو مانج دو بواسون، جو مانج دو بواسون، أنا بأكل برضو سمكة اتنين، جزء من السمك، وهكذا. مثال آخر، بواغ كافيه، يشرب كافيه قهوة. طبعا بصرف فيرب بواغ، احنا خدنا طبعا تصريف الفيرب ده بواغ، طبعا مثلا مع جو، جو بوا دو كافيه، جو بوا دو كافيه، انا اشرب القهوة، جو بوا دو كافيه. مثال آخر، فولوار طومات، يريد طماطم، فيرب فولوار، جو فو مثلا دي طومات، جو فو دي طومات، او مثلا ال فو دي طومات، هي طبعا تريد طماطم، طومات في بس خطأ في كتابة الكلمة، ال فو دي طومات هي تريد طماطم. يبقى لازم يا حبايبي اربط الكلمة عندي او الجملة عندي برابط بارتيكل، اما ديفيني او انديفيني او بارتيتيف على حسب نوع ومعنى الجملة. مثال اخر، prendre viande يتناول اللحمة. طبعا verb prendre بصرفه جدا مع اي حاجة، مع je، مع tu، مع il، مع elle. je prends de la viande، 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 انا بتناول جزء من اللحمة او قطعة لحمة. مثال اخر، aimer viande، aimer verb يحب، و viande لحمة. أنا أصرف فيرب إيمي مع أي حاجة، مع جو، مع تو، مع الإي، مع ليل، براحتك. بس أخلي بالي هربط الجملة بإيه؟ إيه الأختيك اللي هستخدمها؟ هل هستخدم أختيك لانديفيني الآن والإين والدي؟ هل هستخدم الأختيك البختيتيف دو دو لا دو لابوستروف دي؟ قال لا، أخلي بالي ما دام في فيرب إيمي في الجملة يا حبايبي، يبقى لازم أختار لو لا إلا أبوستروف. ليه؟ إيلام لا فيوند، إيلام لا فيوند، إيلام لا فيوند، هو بيحب الإيه؟ اللحمة. طب بس ممكن يلخبطك في حاجة، لو كان موجود مثلا ايمي ومونجي في نفس الجملة، يحب ويأكل، هعمل ايه بقى؟ قال لي مادام في فيرب مونجي في الجملة هستخدم ارتيكل بارتيتيف، يعني ممكن اقول الجملة دي بطريقة تانية، ايلام مونجي دو لا فيوند. يا مستر ما في فيرب ايمي بس في فيرب مونجي أثر على الجملة، يبقى هنا حبايبي ايلام لا فيوند او ايلام مونجي دو لا فيوند، دو لا فيوند. مثال اخر، ديتستي فروماج، بيكره الجبنه. طبعا فيرب ديتستي هصرفه جدا مع اي حاجه، جو ديتست لو فروماج، جو ديتست لو فروماج، جو ديتست لو فروماج، جو ديتست لو فروماج، انا بكره الجبنه. برضو كلمه فروماج هنا في خطا في الكتابه. بواغ او، بيشرب ميه. بكل بساطه حبايبي اصرف الفيرب، جو بوا دولو، انا بشرب ميه، جو بوا دولو، جو بوا دولو، جو بوا دولو، انا بشرب ميه. مثال اخر، ايمي با بواسون نو. مديني أربع كلمات كون منهم جملة. بص حبايبي أركز كده الأول، هو مديني الفيرب اللي هو إيمي، ومديني بواسون، ومديني نو والبا، يعني أنفي الجملة. يبقى أرجع الفيرب تاني بين النو والبا وأكمل الجملة عادي خالص، تبقى الجملة حبايبي جو نيم با لو بواسون،
Je n'aime pas le poisson. Je n'aime pas le. Je n'aime pas le poisson. Ana la uhib as-samak.